دوس لي قليما ترودان تسلا ونوكا اسلا مركز القيادة نعيت عبد الله كملت وري وين نوكا برنوجي جي غلنت من نو تخصصات اللي تسمرتها مسمونت تامونتي فاس نتان فالي ثيمون ايت ويدر نزدار استشركات سنتوت الشيخ زايد بن سلطان افتيازين كوزو سنة وسكيرنا 67 العملية الافتياح نجلالة ام كاليس فايدنا 734 مسيافات مسيافات غزروينة وقارة دياسين العلوي استشاركة اكتسنسوت الشيخ زايد بن سلطان تقات مسموت نتامون تنفس سنت نفليت ايمون ايت ودر نيزدار يوت نتمازات نجيجي غيلان شانقان تخصصات قل مركز القيادة لان ايت عبد الله اقليم تارودان تنيكين اربعة نوسان تقاي القافلة تقاي القافلة مقور اللي قيس سان تخصصات والمهم تخصصات اللي قيس لان العمليات ديال الجلالة تكلف نسيان تمن مقور ما بين 9000 حتى 10000 درهم ولكن الحمد لله متناد لي ديوش كاني درا ناس تسكرني متن بالمجان وجزاري الى امكانيات ما تدخش كازير ورقي خابلات الدري وشنيو اش كخد غير دار غوي دات نقيش صبح ربي كانا خلق ترا فكان خدوا ارتقل غير يتلك متوالا ازغلي خاد شكل في العملية يطوطني تما زال تاد نوجيجي غلان شيغان تخصصات سفيد نغورت 734 المستفيد المستفيدة زي إزروي نوجيجي التوغان 67 العملية الفتيح نوكسان جلالا ولن الحالات التي صادفناها في هذه الحملة الحالات النوفة تما زال تاد قال حالات المرض الجلد أم الكزيمة أكد الحالات يضنين أم أخمج أينما نحاول تنداوى سي سوفار دونك لي تريتي باغ دي دونك دي ميديكامون دي زانتيبيوتيك تما زال تاد تقايوت نتمازالين ترجاني مزداغ برا نتمدينين كفلاس نتفسيس تساس نموتي سيس كنافن غير تمدينين اتيوب سكريت جامعة